بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل وياكم محاضرات الفصل الثاني والفقرة 3.2 اللي هي Pressure Measurement. Pressure Measurement هو قياس الضغط. احنا نعرف انه وحدات الضغط SI unit هي نيوتن على المتر المربع، او بالاحرى بعض الاحيان نسميها باسكال. وقيمة الضغط الجوي هذا ايضا تحفظ هذه القيمة اللي هي 10^5 باسكال، أو يعادلنا 1 بار، وممكن يكون 101.32 كيلو باسكال. بعض الأحيان عوض عنها ب760 ملم زئبق أو 10 متر ماء. هذه كلها قيم لازم تكون أنتم حافظيها. بالنسبة لقياس الضغط، عندنا قيمتين أو نوعين من الضغط أو طريقتين لقياس الضغط. إذا كانت مقاسة إلى أساس أو خط الصفر المطلق، فهذا راح نسميه بالضغط المطلق. أما إذا كان مقاس الضغط من الضغط المحيط به فيسموه ضغط المقياس. هذا مقاس إلى اللوكال اتموسفيريك ريفرنس، اللي هي كأنما شلون عندنا بالمساحة الهندسية ناخذ البنج مارك، هي نقطة أساس نقيس من عليها. هذه نفس العملية. فإذا كان مقاس من الضغط الزيرو ريفرنس راح نسميه ابسولوت بريشر. اذا كان مقاس من الضغط المحيط به فنسميه الجيج بريشر. قيمه الابسولوت بريشر هي قيمه ثابته، دائما قيمتها موجبه، دائما قيمتها موجبه. قيمه ضغط المقياس لها قيمتين، اذا كانت اقل تحت الاتموسفيريك لوكال اتموسفيريك بريشر ريفرنس، هذا نسميها جيج بريشر، او بعض الاحيان نسموها فاكيوم، اللي هي خط الفراغ، ضغط الفراغ. واذا كانت اعلى من اللوكال اتموسفيريك ريفرنس راح نسميها جيج بريشر. اذا كان الضغط معبر عنه بملي ام زئبق عاده يسموه السكشن او فاكيوم بريشر. اما اذا كانت قيمته موجبه فيكون هو ضغط المقياس. عادة الضغط المطلق، قيمة الضغط كمعادلة، الضغط المطلق يساوي لنا ضغط المقياس زائدا الضغط الجوي. هنا عبر عنها بهذه المعادلة، انه ضغط المقياس يساوي لنا الضغط المطلق، هذا بي الضغط المطلق ناقصا الضغط الجوي. هذا الى قيمته حافظها احنا، اللي هي 1 بار 10^5 باسكال، 10 متر ماي، هذه 760 ملم زئبق. هذه كلها قيم تعوض هنا. أما هذا فهو يجي عن طريق جاما اتش، هذا هو المطلوب حسابه بي. لو ردنا نعبر عن مقدار العمود اللي اتش اللي يولدها الضغط الجوي، اللي احنا سميناها بالمحاضرة السابقة اللي هي شحنة الضغط، شحنة الضغط هي بي اوفر جاما. حتى نعرف ايش قد يحقق لنا الضغط الجوي، ايش قد يحقق لنا عمود ملم زئبق او متر زئبق، فراح نقول هي شحنة اتش تساوي لنا بي اوفر جاما، اللي هي بي اتموسفيريك عوضها عن بي على الجاما اللي هي رو جي. الضغط الجوي هذا احنا لازم حافظه 10^5 باسكال او 101.32 كيلو باسكال. هذه قيم لازم نحافظها، بالتالي نحقق ان اتش هو 760 او 61 ملم زئبق. اذا كان ماء راح يعوض عن 10^5 تقسيم جاما ووتر اللي روجي اللي هي 9800، بالتالي نحقق قيمه 10.32. ممكن انتم تجربوها بالحاسبه راح تلقون الرقم هو 10 امتار، يعادل لنا ضغط الجوي. ناخذ مثال هنا نقول وات ويل بي ذا التو ريكويرمنتس. السؤال الاول هو يريد الجيج بريشر ايش قد، والمطلب الثاني هو الابسولوت بريشر. احنا قلنا عندنا نوعين، ضغط المطلق وضغط المقياس. هذا من يريده، يريد اوف ووتر ديبث 12 متر بلو، يريد حساب الضغط اللي يولد 12 متر. ضغط المقياس يساوي لنا جاما اتش، جاما اللي هي 9800 في الاتش ايش قد عندي، يعطيني بالسؤال 12 متر، بالتالي يكون ضغط المقياس هو
117 720 باسكال. أهم شيء قلت لكم بالفلود هو موضوع الوحدات، لازم الوحدات أركز عليه، ماكو رقم أخليه بدون وحدة إلا إذا كان البارامتر هذا أو المتغير الموجود هو بدون وحدات. المطلب الثاني الضغط المطلق، إن الضغط المطلق هو ضغط المقياس زائد الضغط الجوي. الضغط هو طلعناه من المعادلة السابقة، الضغط الجوي حافظي يكون لازم يتوافق مع الوحدات. هنا أنا أخذها 101 × 10³ أو بعض الأحيان 101.32 مثل ما أخذنا بالرقم هنا أنا. بالتالي يقدر يحسب من عنده مقدار الضغط المطلق، هنا طلع عندنا 218.72 كيلو باسكال. هذا هو مبدأ مقياس الضغط، اللي هو الضغط المطلق وضغط المقياس. نتجه الآن إلى التولز، التولز اللي هي الوسائل اللي نقدر نحسب من عندها، نحسب عن طريق الضغط الجوي أو الضغط. المانوميترز هي أجهزة تستخدم عمود السوائل، فيها عمود بسائل ممكن يحدد لنا فرق الضغط بنقطة معينة أو الضغط لنقطة معينة. هذه المقاييس هي يطلق عليها بالمانوميتر. أكو أنواع معينة منها، أكو البيزوميتر، أكو اليوتيوب، أكو الإنكلان تيوب، يسموها البريشر ديفرنس مانوميترز. هذه راح ناخذها بالتفصيل. نرجع على أول نوع اللي هو بيزوميتر. البيزوميتر هو شنو؟ هو عبارة عن تيوب مثبت، تكون مفتوح من إحدى نهايتيه. إحنا ما يهمنا نوع، يهمنا المعادلة نحصلها من المانوميتر. المعادلة إنه ضغط في نقطة A شو يساوي لنا؟ كل ضغط يساوي لنا P نوت زائد جاما H. هاي معادلة ثابتة. P نوت هنا أنا مقصود بها عند هذا السطح، عند هذا السطح، عند هاي النقطة اللي هي مفتوحة للضغط. الضغط هنا ايش قد؟ ما دا احكي ضغط مطلق، دا احكي ضغط الجيج بريشر اللي هو هنا صفر، يأخذ قيمته صفر. راح يصير P نوت هنا صفر، يبقى P هنا ايش قد؟ P هو دائما جاما في H، جاما في H، فزائدا جاما في H. قلنا زائدا ليش؟ نتجه إلى الأسفل. راح يصير الضغط في نقطة واحد هو جاما 1 H1 اللي هي نفسها النقطة بأي. ليش؟ احنا قلنا بالمبدأ الفصل الثاني، بداية الفصل الثاني، المبدأ انه إذا كانت على خط أفق. نرجع نكمل. The tube is open at the top، هو يكون مفتوح من الأعلى. The pressure P not can be set to equal to zero. P not equal to zero ليش؟ هذا الضغط الجوي، معرض إلى الضغط الجوي. هنا يقدر يحسب العمود H1، شحنة الضغط H1، يقدر يحسب من PA ضغط على جاما. اليوتيوب مانوميتر هذا يكون يستخدم عادة بنوعين من السوائل. The difference of the combo of suitable could use to measure the difference. إذا استخدم